متابعينا الكرام، مرحبا بكم من جديد في هذا البث المباشر من الدار البيضاء. احنا الان معكم مباشرة في الدار البيضاء، بالضبط في طريق مديونة شارع محمد السادس، واحد من اكبر الشوارع بالمدينة. فاليوم متابعينا الكرام في هذا الصباح بعدا نبغي نقول لكم صباحكم مبروك، وكذلك نبغي نتكلموا معكم على الثمن اللي وصل ليه الدجاج، يعني 21 درهم، 20 درهم، بعد ما كان في الاول 10 دراهم، وبعد ما كان كنا كنشوفوا ثمن يعني على قدنا، على قد الجيب ديال الدرويش، على قد الجيب ديال البساطة. يعني كل شيء يقدر يشتري الدجاج، كل شيء يقدر يدخلوا لدارو، فدابا ولينا كنشوفوا ثمن كبير، ثمن كبير، 21 درهم الكيلو. كتلقى دجاجه صغيره ما فيها حتى، يعني دجاجه صغيره راكم نتوما عارفين، كتلقى الثمن ديالها 60 درهم ولا 70 درهم، ولا يعني مشكل بالنسبه للناس البسطاء والدراوش. فنبغوا نسمعوا اراءكم متابعينا الكرام، فشنو اللي خلى هذا الثمن يوصل؟ نقراو بعض من التعاليق ديالكم. اخ عزيز كيقول اش واقع خويا عزيز؟ ما واقع والو في هذا الصباح هذا، الحمد لله حنايا بخير، كلشي على خير. كنناقشوا غير الثمن ديال الدجاج اللي طلع بواحد الشكل كبير. فشنو بان لك انت في هذه القضيه هذه ديال الدجاج؟ اخت مالك كتقول اسعد الله صباحكم، صباحكم مبروك اختي مالك، والله يحفظنا ويحفظك شانشيه من هذا الوباء، ويحفظ جميع المسلمين والمسلمات ان شاء الله يا رب العالمين. اخ عبدو كيقول الحي المحمدي وصل 16 درهم، يعني 16 درهم اخويا عبدو راه كثير ياك، شنو الراي ديالك انت؟ انا على حسب ما بان لي 16 درهم كثيره بالنسبه للدرويش، كثير عليه 16 درهم يلاه الا كان ياخذ واحد الدجاجه صغيره ولا هذه بواحد 70 درهم، فديك 70 درهم تقدر تجيب لي تقضي ديال السيمانه. فويلا جينا غير ندو على الثمن طلع، فحتى الخضار حتى هي الثمن ديالها طلعت. واش مالك كتقول امشي هذا الدجاج احسن وافضل انه كله هرمونات؟ اختي مالك بزاف ديال الناس فما كيبعدوش من الدجاج، بالعكس كياخذوه لحقاش هو حتى القدره الشرائيه ديال المواطن فيلا غادي توالم الدجاج. فما يمكنش المواطن كل نهار او الدرويش او البسيط، ما يمكنش كل نهار غادي يشري كيلو ديال اللحم ولا نص كيلو ديال اللحم، يعني فهمتي صعيبه شويه اختي مالك. احنا كنناقشوا معكم متابعينا الكرام داكشي اللي كاين بواقعية، يعني ما كاينش الزواق ولا عنده، يعني داكشي اللي كاين واقعية. صعيب على اي واحد مسكين الله يحسن ليه العوان درويش وهادي غادي ياخذ نص كيلو ديال اللحم ولا ياخذ مثلا كيلو لاروب ولا بزاف ديال الحوايج، ما يمكنش. فيالله الا خدا واحد الدجاجة ولا هادي وبقى كيدير فيها واحد اليومين ولا 3 ايام، فبعدا راه
وحنا في هذا الصباح متابعينا الكرام كنبغيو نذكروكم ونقول لكم صباحكم مبروك ونقولوا لكم نحاولوا واخا لو اننا راسنا طاب تطبخ بهذه الهضره فنبغيو نعاودوا عشان نذكروها مره وجوج وثلاثه. فالله يرفع علينا هذا الوباء هذا وان شاء الله يا ربي نرجعوا لحياتنا الطبيعيه ونوصلوا للجميع ونعاودوا نوصلوهم الاحتياطات اللازمه. ما عرفنا شكون هو اللي يقدر يتصاب، يعني كاملين خاصنا نديروا الاحتياطات ديالنا. الله يرفع علينا هذا الوباء هذا ان شاء الله يا رب العالمين. متابعينا الكرام كنتم معنا في هذا البث المباشر من الدار البيضاء بالضبط في طريق مديونه شارع محمد السادس. نتلاقاو ان شاء الله في بث مباشر جديد. الى اللقاء.